السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير، ونسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نسأله أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وصدقاتنا. فاستبقوا الخيرات، مؤسسة خيرية همها مساعدة الفقراء والمحتاجين، همها علاج المرضى الفقراء والمحتاجين، همها المساعدة في بناء بيوت الله عز وجل عند القرى الفقراء والمحتاجين. فاستبقوا الخيرات، معنا اليوم حالة لعمي مفتاح، شخص شاب في مختبر حياته، عايش حياته طبيعية، لكن أصابه الله عز وجل بحادث أدى إلى شلل نصفي وأدى إلى تهالك في الفقرات وإلى يعني مرض شديد في النخاع الشوكي. هنشوف حالة عمي مفتاح ونعود لحضراتكم حالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام، ونسأل الله رب العالمين أن يشفي كل مريض وأن يغني كل فقير، نسأله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الكرام، تعودنا مع حضراتكم في فاستبقوا الخيرات أن نبحث لحضراتكم عن بعض الحالات الإنسانية، الحالات المرضية التي أصابها الله سبحانه وتعالى بمرض أو بفقر أو بعجز، وسدت الطرق أمامهم إلا طريقا واحد وهو طريق الله سبحانه وتعالى، فلذلك اتصلوا بنا وأتينا إليهم. معنا اليوم حالة لشخص قلما نجد مثله، معنا عمي مفتاح. بعد إلحاح شديد أنا أقنعته بأن يخرج وأن يظهر معنا لحضراتكم، رغم ما به من مرض، رغم ما به من عجز، رغم ما به من عوز، إلا أنه صاحب عزة نفس، صاحب عزة نفس وصاحب كرامة، رفض مرارا وتكرارا حتى أقنعته أنا. أقنعته لماذا؟ لأنه في حاجة إليكم، ونحن جميعا إخوة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أيها الإخوة الكرام، معنا عمي مفتاح، أب لطفلين، شاب تزوج وعاش حياته، بنى بيته ويعمل بكده وبعرقه، يعمل في المعمار، لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يسقط من الطابق الثاني، وأنا رأيت وعلمت شخص سقط تقريبا من ارتفاع متر وحدث له ما حدث، والآخر سقط ربما من الدور السابع والثامن، لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى. سقوطه أدى إلى شلل تام كما ترون، نصفه الأسفل لا يتحرك، بعد أن كان يعمل، بعد أن كان ينفق على زوجته وأبنائه، أصبح الآن طريح الفراش، باع كل ما وراءه وما أمامه وعمليات، و استقر الأطباء على أن النخاع الشوكي تقريباً انتهى. ولذلك نحن أصررنا، ونحن يعني أنا لحيت عليه عشان يقول إيه المطلوب منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك عم مفتاح، الله يخليك، جزاك الله خير وأكثر الله من أمثالك، ورزقك الله سبحانه وتعالى عزة وكرامة، هذه الصفات قلما تجدها، لكن أنت رغم حالتك أنا أسأل الله رب العالمين أن يجعل كلماتنا هذه خالصة لله سبحانه وتعالى. يا عم مفتاح، نعم. أنت ما اتصلتش بحد، أهل الخير في البلد هنا هم اللي اتصلوا بينا وهم اللي ألحوا علينا عشان نجيلك. نعم. احكي لإخوانك هنا، بص كده هنا، بص هنا كده، وقول لإخواتك اللي بيشوفوك المسلمين حتى وغير المسلمين، مصريين وغير مصري، قول لهم حالتك كانت إيه وأصبحت إيه وإيه السبب. أنا الحمد لله كنت بصحة جيدة، الحمد لله بصحة جيدة وشغال، وما كنتش محتاج حاجة من حد، الحمد لله كنت شغال في وبروح في واشتغل في الحفاعي وفي الخرسانة. المهم جاء في يوم وقعت من تاني دور، فحصل عندي كسر في 4 فقرات في ظهري،
وفي قطع في النخاع الشوكي، وبقالي دواتي سنتين قاعد. يعني عملت عملية يا عم انت؟ عملت عملية والله. طيب. عملت عملية بكم؟ ب 25,000 جنيه. ربنا يعينك ان شاء الله. ومطلوب تاني عملية تانية ولا ايه؟ انت ماشي ازاي؟ انا لحد محتاج والله عملية، بس ما يعرفش بتتعمل في انهي حتة، ما يعرفش تتكلف كام، ما اعرفش. انت ما تعرفش، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعرف. طبعا. وهيسخر لك احد الاطباء دلوقتي يتصل علينا ان شاء الله سبحانه وتعالى ويقول انا عايز اشوف التقارير، وعشان كده هناخد صورة من التقرير بتاعتك ان شاء الله بعد اذنك. يا ريت. انا اتمنى ان انا امشي، انا مش عاوز امشي على رجلي عشان اولاد يوسف وسيد. انت عندك يوسف وسيد؟ يوسف ما عندك وسيد غيرهم؟ ما عنديش. الحمد لله، ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. ربنا يعينك عليهم ان شاء الله. وعاوز حاجه بس، اي حاجه للعيال دول، اي حاجه، توك توك، اي حاجه يسترزق على العيال دول بس. ان شاء الله ان شاء الله. احنا في ايام رمضان، الايام المفترجه، وكل اللي بيشوفوك دلوقتي، كل اللي شايفينك دلوقتي ان شاء الله كلهم قلوبهم فيها رحمة ورأفة. اللي كانوا بيعمل عمرة كل سنة في رمضان بيصرف قد إيه؟ وأنا أقول لك أجر العمرة إن شاء الله رب العالمين، ولك أجر مساعدة هذا الرجل حتى يستطيع أن ينفق على أبنائه. عايزين عملية وعايزين نعمل له مشروع، مشروع عشان ينفق على أولاده. هو رجل صاحب كرامة وصاحب عزة، وإن شاء الله الله لن يخيب أملنا في أن نساعد أخونا مفتاح بإجراء عملية في النخاع الشوكي. أنا فاستبقوا الخيرات، هنأخذ معنا التقرير ونأخذ معنا بعض من الإشاعات إن شاء الله. أي طبيب يتصل أو أي فاعل خير يتصل يقول إحنا إن شاء الله محتاجين نعمل عملية، وإن شاء الله أنت هتتصل أو حضرتك هتتصلي وتقولي، وأنا هتكفل بأولاده، هتكفل بيوسف وسيد. إزيك يا سيد؟ أنت محتاج إيه؟ انت بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ طب انت بتعيط ليه؟ انت كنت راجل يوسف. طب احنا مش رجاله الوقت كده؟ سيد ويوسف كانوا رجاله لغايه الوقت، بس بقى عياطهم ده انا هزعل منهم. قول انت عايز ايه، ولما اتكلمت معاك قلت نفسك في ايه يا حبيبي؟ الا نفسك في ايه؟ سيف بياب مش في قوي قوي اشتغل زي ما عم بيشتغل. نفسك ابوك ربنا يشفيه وامه يشتغل زي ما كان بيشتغل. وانت يا يوسف نفسك في ايه يا حبيبي؟ انا نفسي ابويا ربنا يشفيه وامه يشتغل ونكمل تعليمنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذه الدموع غاليه، وان شاء الله اصحاب الفضل، اصحاب القلوب الرحيمه، اصحاب الاموال، اصحاب الاعتمار كل عام، اصحاب الانفاق، حاله التليفونات عندك، اتصل وقول انا ان شاء الله هساعد في اجراء العمليه لعم مفتاح، وانا هساعد في ان اعمل له مشروع عشان اولاده، وانت حضرتك تقولي وانا يا مولانا هتصل عشان اعمل له واساعد في المشروع. ايها الاخوه الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والله سبحانه وتعالى أمرك بالإنفاق، خاصة في هذه الأيام المباركة، أيام رمضان، أيام الصوم، أيام العبادة. الله سبحانه وتعالى نادى عليك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أمر من الله عز وجل، نداء من الله عز وجل في هذه الآيات. يقول الله عز وجل لك وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالخير يعود عليك بالبركة، براحة البال، بالاستقرار في البيت، بهدوء الزوجة. أيها الإخوة الكرام، فاستبقوا الخيرات، قدمنا لكم حالة عم مفتاح عنده يعني حادث وكسر في العمود العمود الفقري، وتقريبا شلل تام في النخاع الشوكي، محتاج عملية، محتاج مشروع يأكل منه. نسأل الله رب العالمين أن يبارك فيكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
شفنا عم مفتاح شفت قد ايه المرض بيذل وقد ايه الحاجه بتذل. عم مفتاح كان رافض يصور معانا. ليه؟ بقول لك مش عايز الناس تشوفني. انا ما اتعودتش اسال حاجه من حد. انا طول عمري شغال بعرقي، شغال في المعمار، شغال في الخرسانه، معيش ابن اولادي يوسف وسيد وزوجتي، مش محتاج لحد. فما ينفعش يا عم الشيخ في اخر اقول كده. قلت له والله يا ابني احنا هنذيعك على قنوات محترمه اهلها اهل خير، اللي بيتفرجوا عليها كلهم اهل خير، واعتمد على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي ادى الى مرضك، وهو الذي اتى بنا من القاهره ومن البلاد البعيده عشان نجي لك، لعلنا نكون سبب في علاجك، لعلنا نكون سبب في رفع الغم.